الطقس الغير المتوقع هو المعيار الجديد. مئات الماشية يموتون وكذلك الناس. أري واعتون ووادن ديث ما بقبقتي هو يا بي هيرو شذا أري بقبقتيه بيقبقتي وباهي. لم يعد بإمكان المحاصيل الزراعية والنباتات الأخرى أن تثمر. تغير المناخ يؤدي إلى تسريع وتيرة آثار الكوارث عاماً بعد عام. Climate change affects severely women and the girls more than men. وبالتالي إن الصومال تخوض سباقاً مع الزمن لإعادة التشجير من خلال مبادرة إعادة تشجير وزراعة 10 ملايين شجرة. هدف نواة صوماليا قد أهان إن أن 8 مليون أوجد إن أن صوماليا كبيرنا. يجب أن تكون الصومال محور التركيز في التدخل العاجل للتكيف مع آثار تغير المناخ، بينما زعماء العالم وصناع القرار يلتقون في شرم الشيخ. من الأهمية القصوى بمكان العمل على الفور ومنع هذه المعاناة الإنسانية الآن أكثر من أي وقت مضى. الصومال والعالم بحاجة إليكم.